بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، أهلا بكم ومرحبا مع الحلقة الثالثة من حلقات مراجعتنا التي تسبق اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني. واليوم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة سوف نراجع معا القواعد النحوية التي تدخل في الاختبار. أولا، الاستفهام أدواته وأغراضه. الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة. من يسأل بها عن العاقل، ما يسأل بها عن غير العاقل، متى يسأل بها عن الزمان، أين يسأل بها عن المكان، كيف يسأل بها عن الحال، كم يسأل بها عن العدد، أي يختلف معناها أو مرادها حسب ما تضاف إليه. فمن الممكن أن تكون للعاقل أي الرجال أكرمت، هذه هنا العاقل، أي السلوكيات فعلت، هذا الغير العاقل، أي الأوقات ستذاكر، هذا الزمان، وهكذا. هل يستفهم بها عن مضمون الجملة المثبتة ويكون الجواب عن هذا السؤال بنعم في الإثبات ولا في النفي؟ هل ذاكرت اليوم؟ بالإثبات تقول نعم وبالنفي تقول لا. همزة الاستفهام ولها حالات. يستفهم بها عن مضمون الجملة المثبتة مثل هل، ويكون الجواب بنعم في الإثبات ولا في النفي. أذاكرت اليوم؟ بالإثبات تقول نعم وبالنفي تقول لا، لم أذاكر. كذلك يستفهم بها عن مضمون الجملة المنفية، ويكون الجواب في الإثبات بلى وفي النفي نعم. تقول ألم تقرأ الشوقيات؟ إذا كنت قد قرأت الشوقيات فسوف تجيب بالإثبات، تقول بلى قرأتها، وإذا لم تكن قد قرأتها فإنك تجيب بالنفي فتقول نعم لم أقرأها. كذلك يطلب بها تعيين شيء، كذلك يطلب بها تعيين شيء من شيئين أو أشياء مثل أصيفا تسافر أم شتاء أم ربيعا. لكن الاستفهام أعزائي الطلاب قد يخرج عن معناه الحقيقي فيصير معناه مجازيا، وهذه المعاني المجازية أنتم مطالبون بها مثل التقرير. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام يفيد التقرير. كذلك النفي، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا أسلوب استفهام غرضه النفي. كذلك الإنكار، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا إنكار أي رفض. كذلك التحقير، فقول المتنبي من أية الترك يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كفور والجلم. أسلوب النهي، أسلوب النهي أعزائي الطلاب، أسلوب النهي له عدة أغراض. الدعاء، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الغرض البلاغي منه الدعاء. كذلك الالتماس، إذا صدر النهي من شخص لشخص آخر مساو له في المكانة والمنزلة، كأن يصدر النهي من صديق لصديق، تقول يا صديقي حافظ على الصلاة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا شك أن موسى يساوي هارون في المنزلة والمكانة، إذن النهي هنا للالتماس. ثلاثة، النصح والإرشاد، إذا صدر النهي من الأعلى إلى الأدنى، كأن يصدر الأمر النهي من ولي الأمر إلى الطالب، أو من المعلم إلى الطالب، أو المدير إلى المعلم، أو من الوزير إلى المعلم، وهكذا، أو من الخطيب خطيب الجمعة إلى المصلين، يقول أيها الناس لا تقصروا في الصلاة، وهكذا. التهديد، قال الأب متوعدا ابنه،
لا تسمع كلامي. لا شك أن الوالد لا يريد منه ألا يسمع كلامه، وإنما يريد أن يهدده ويتوعده. كذلك التوبيخ عندما يكون المنهي عنه أمرا لا يشرف الإنسان ولا يليق به أن يفعله. يقول الرجل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا يفيد التوبيخ. أدوات التوكيد، وهذا هو الدرس الأخير أعزائي الطلاب، أدوات التوكيد كثيرة. من الممكن أن يشك أحد الناس في جملة ما أو في خبر ما، فلابد أن تؤكد له الجملة. من أدوات توكيد الجملة الإسمية إن، أن، هم حرف النسخان، إنما، لام الابتداء، أما، قد، اللام وقد، وهذا لتوكيد الفعل الماضي. تقول قد أفلح المؤمنون، لقد تقدمت دولة قطر. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وهذه نؤكد بها الفعل المضارع. إذا وقع في جملة جواب القسم واتصل باللام ودل على الاستقبال، نقول والله لينتصرن الحق ولو بعد، لينتصرن الحق ولو بعد حين. الجملة الخبرية أعزائي الطلاب لها ثلاثة أنواع أو ثلاث حالات. أن تكون غير مؤكدة، فهذه يسموها جملة ابتدائية. أقول حضر الأستاذ راشد، هذه جملة ابتدائية. حضر الأستاذ راشد جملة ابتدائية. أن تكون مؤكدة بمؤكد واحد، هذه نسميها جملة طلبية. نقول إن الحق منتصر. أما إذا زادت أدوات التوكيد عن أداة واحدة فإننا نسمي هذه الجملة جملة إنكارية. نقول والله إن الحق لمنتصر ولو بعد حين. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الثالثة من حلقات مراجعة التي تسبق اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني. وإلى الملتقى، تحياتنا نحن قسم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوي المستقل البنين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.